رجل مدين وعفيف ولا يحب أن يسأل أحدا لنفسه، هل يجوز أن يعارض في المسألة كأن يقول هناك أخ مدين نريد مساعدته في سداد ديونه ويجمع المال ويسدد دين نفسه، أم لا يحل له ذلك؟ أخشى أن يأخذ أكثر مما يستحق أو لا يكون من أهل الاستحقاق أو يكون قد استدان في طرف، يعني المستدين الذي تسدد عنه ديونه والذي استدان بحق، لكن مثلا افترض أن شخصا ما عنده سيارة مثلا فيت موديل 70 مثلا، فذهب واشترى سيارة مرسيدس موديل هذا العام فأصبح مدينا بمبالغ طائلة، هل يعطى من الزكاة؟ لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. وأيضا لا يسدد الدين إذا كان استدان في معصية، جاءنا واحد وقال أنا تناولت المخدرات ومدين لصاحب الحشيش، لا يعطى لسداد الدين في هذه الأحوال.